هاي فيديو اليوم راح اسوي لكم فكرة مرة حلوة سويتها لكم قبل فيديو سابق. للي ما شاف الفيديو راح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. فكرة الفيديو هي عبارة انه انزل لكم تصويتات وانتم تختاروا مكونات الاكلات اللي راح اسويها. نزلت لكم التصويتات بالمنتدى وراح ابدا اسوي معكم الاكلات وراح نشوف كيف تطلع معنا النتيجة حلوة او لا من ناحية الطعم والشكل. وبس خليكم مع الفيديو. اول وصفة سويتها حطيت لكم مكونين كيكة كندر وبسكوت شاي، اخترتوا كيكة كندر. في تصويت حطيت لكم آيس كريم جالكسي وآيس كريم مالتيزرز وآيس كريم باونتي، اخترت احطهم كلهم. حاولت احط الآيس كريمات بنفس الحجم علشان كذا كسرت من آيس كريم الجالكسي وآيس كريم المالتيزر. بعد ما كسرت الآيس كريمات وخلطتهم مع بعض راح أحشي فيهم كيكة الكندر. والثالث تصويت حطيت لكم دايري ميلك العادية ودايري ميلك الأوريو، اخترتوا دايري ميلك الأوريو. راح أذوبها بالمايكرويف وأصبها فوق الكيك. رابع تصويت حطيت لكم اوريو ويفر وبتويكس، اخترتوا اوريو ويفر. اخر حاجة للتزيين حطيت لكم شوكولات بيضة وشوكولات بنية، اخترتوا شوكولات بنية. ذوبتها وحطيتها بكيس وبعدين زينت فيها الحلا. الحلا حلو وكمان كان فيه نكهات كثيرة مختلفة، بس اكثر جزء بالحلا حبيته هو كيكة الكندر مع الايس كريم. اعطي الحلا ككل مع بعض 8/10. ثاني أكلة راح أسويها نزلت لكم تصويت والخيارات كانت أوريو أسود أو أوريو ذهبي أو أوريو بني، أو أحطهم كلهم، أنتوا اخترتوا الأوريو الذهبي. حطيت الأوريو بكوب وحطيت عليه حليب وكسرته لحد ما صار معايا قوامه زي عجينة الكيكة. بعدين دخلت الميكرويف لمدة دقيقة أو ممكن تخلوا الوقت أقل. أما ثاني طبقة حطيت لكم خيارات جالكسي بالحليب أو جالكسي شوكولات داكنة أو جالكسي بالفانيليا، اخترت جالكسي بالحليب. ذوبت الجالكسي بموية حارة بعدين صبيته على الكيكة. أما ثالث طبقة حطيت لكم تصويت والخيارات كانت شوكولات أولكر، فيريرو روشيه أو رافاييلو مع بسكوت الأيس كريم مكون أساسي، واخترت أستخدم رافاييلو. حبيت أزينها بهذه الطريقة بحيث يجي شكلها كأنها آيس كريم. طعم الأوري الذهبي أبداً ما يشبه طعم الأوري البني أو الأسود، طعمه كأنه كيكة سادة علشان كذا أحسه مو حلو لوحده، لازم يكون معاه إضافات. علشان كذا أشوف الجالكسي والفيريرو إضافات مرة حلوة. أعطي الوصفة 9/10 ومن ناحية الشكل عجبتني مرة، قولوا لي رأيكم. ثالث أكلة راح أسويها راح تكون مشروب والحليب كان مكون أساسي. حطيت لكم تصويت بثلج أو بدون، اخترتوا بثلج. آيس كريم حطيت لكم خيارات باونتي، مالتيزرز، جالكسي أو سنيكرز، أو أحطهم كلهم، اخترتوا أحط سنيكرز. طبعا هذه كلها آيس كريمات بس شكلها يشبه للشوكولاتة الأصلية.
اخلط المكونات مع بعض. اما التزيين حطيت لكم انواع دونات مختلفة، اخترت دونات بيضة بسبرينكلز ملونة. كنت بحط كمان كريمة للتزيين بس حسيت ان الشكل راح يجي مرة زحمة، علشان كذا اكتفيت بالدونات. واخر تصويت بهذه الاكلة حطيت لكم صوص شوكليت او صوص كراميل او بدون صوص، اخترتوا صوص شوكليت. اللي عجبني بالمشروب كان فيه نكهة سنيكرز ومكان مرة حالي. اعطي المشروب 9/10، قولوا لي رايكم بالشكل بالتعليقات. رابع وصفة راح اسويها هي وصفة اندومي، حطيت لكم انواع مختلفة من الاندومي واخترت الاندومي الخضراء. ثاني تسويت حطيت لكم احط بصل مع فلفل اخضر او بصل مع فلفل اخضر مع ذرة، اخترت بصل مع فلفل اخضر. حطيت البصل والفلفل الأخضر بقدر وشوحتهم على النار لمدة دقيقة تقريبا، وبعدين حطيت عليهم الاندومي وحطيت موية حارة ورجعتها على النار لحد ما استوت الاندومي، وبعد ما استوت حطيت معها بهاراتها. وآخر اختيار بوصفة الاندومي حطيت لكم صوص صويا، زبادي، جبنة مثلث، كاتشب أو مايونيز الفلفل الحار، اخترت صوص صويا. بالنسبة لي الاندومي الخضراء مو مرة احبها وما اكلها كثير لانه احس فيها طعم ملح زيادة، بس حسيت الصويا صوص خفف شوي من ملوحة الاندومي. اعطي الوصفة 7/10. خامس وصفة راح اسويها حطيت لكم تصويت، وكانت الخيارات كيكة كندر او كيكة اوريو، اخترت كيكة اوريو. وثاني طبقة حطيت لكم خيارات منها نوتيلا، زبدة اللوتس، جالكسي، دايري ميلك او كندر، اخترت نوتيلا. اما اخر طبقة اللي هي الايس كريم حطيت لكم خيارات ايس كريم شوكليت بنية او ايس كريم شوكليت بيضاء او ايس كريم كراميل او احطهم كلهم مع بعض، اخترت ايس كريم شوكليت بنية. الوصفات اللي تكون كذا دائما تكون مرة حالية بس تكون لذيذة، واحس شكلها كمان مرة حلو. احس لو حطيت زبدة اللوتس بدل النوتيلا راح تكون ألذ. اعطي الوصفة 8/10. واخر اكلة راح اسويها حطيت لكم مكونين اللي هي كوكيز شوكليت وكوكيز عادي، اخترت كوكيز شوكليت. اما الحشوة اللي جوا حطيت لكم خيارات اللي هي بسكوت هالي، مارشميلو، فيريرو روشيه ورافاييلو، اخترت مارشميلو. حشيت فيها الكوكيز ودخلت الميكروويف تقريبا لمدة 30 ثانية. اما الطبق اللي فوق حطيت لكم خيارات اللي هي سنيكرز عادي، سنيكرز شوكليت بيضة، سنيكرز كريسبي، وسنيكرز بنكهة الفول السوداني، اخترت السنيكرز العادي. كسرت سنيكرز وحطيت معاه شوية حليب وراح اذوبه بالمايكروويف، بعدين راح اصبه فوق الكوكيز. اما للتزيين كان قصدي سكيتلز بس بالغلط كتبت سبرينكلز، والخيارات كانت سكيتلز اخضر وسكيتلز احمر وموف واصفر، انتو اخترتوا الموف اللي هو بنكهة التوت. واخر شيء التزيين حطيت لكم خيارات شوكليت على شكل فيل او شوكليت على شكل دبدوب، اخترت اللي على شكل دبدوب. الكوكيز صار قوامه مره هش فجاي كانه كيكه مع مارشميلو. احس لو بسويها مره ثانيه راح اكتفي بالكوكيز بالمارشميلو بدون الاضافات الثانيه، احس كذا طعمها احلى. اعطي الوصفه 8/10. وبس هنهيت الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجايه.
باي.